بسام راضي. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني. أكاديمية الشرطة تبدأ تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بها من خريجي الجامعات اليوم. مصر للطيران تنقل اليوم 4530 حاجاً على متن 20 رحلة إلى الأراضي المقدسة. أمين الصحي الشامل: أصحاب الأعمال يتحملون عن المؤمن عليهم 4%. لليوم الرابع: التموين تواصل العمل بالأوكازيون الصيفي في المحلات التجارية. معبد الأقصر يعلن انتهاء ترميم تمثال الملك رمسيس الثاني. أمير مكة السعودية بجميع مؤسساتها سخرت إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن. بومبيو: النظام الإيراني رفض دعوتي لزيارة طهران والحديث للشعب الإيراني مباشرةً.